مساء النور، مساء الفل، مساء الياسمين، مساء الحب، مساء التفاؤل. إن شاء الله أخواتي تيما فيديو هذه تلقاكم كاملة مهنيين. أول كلامنا إن شاء الله بإذن الله هو الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ودائما مع المحاجيات والمحبين محبات المحاجيات، حاجيتكم ما جيتكم. اليوم إن شاء الله أنا راح نحكي على واحد القصة، قصة شابة وفيها عبرة. يقول لك بلك العبد في التفكير والرب في التدبير، يعني من فنون الحياة تاع هذه أواخر الزمان اللي رانا فيه. ويعني هدرت معاكم شحال مرة وقلت لكم ولاكو حابين تعيشوا مهنيين وتنقصوا الضغوطات عليكم وعلى عقلكم، اغيتي دو بونسي على الغدوة، ما تحكوش على غدوة، ما تخموليش على غدوة، على العام الماجي، على كي يكبر وليدي، ولو كان ولو كان. خموا في نهاركم واش تقدروا ديروا في نهاركم، الواجبات تاعكم في نهاركم. فوالا كسا ساغيت لا. اما الغد والمستقبل البعيد والقريب نخلوه على الله سبحانه وتعالى. كي نكونوا يعني درنا الواجبات تاعنا ومشينا بالنية، الله سبحانه وتعالى يتكفل كيما تكفل بينا في الوقت اللي مضى، يتكفل بينا في الوقت اللي جاي. ما كاش حاجة تسلب الطاقة من الجسم وتخليك خلاص ما تقدري ديري والو قد التخمام، نخلوها على الله. المهم نقولوا الحاجة تاعنا. قال كان يا ما كان في قديم الزمان، كان واحد التاجر ديبيوتون جديد في التجارة، راح في ان باتو، يعني كيش نقولوا احنا سفينة تجارية فيها غير التجار والسلعة تاعهم. مشاو في هذيك السفينة ووقتها كدايا، ومن بعد صرا ان بروبليم في لو باتو، مالا القطبان كما يقولوا ولا ربان تاع هذاك السفينه، هذيك السفينه قالهم كاين ان بروبليم، يلزم نقصوا لو بوا، نقصوا الثقل من هاد البابور باش يعني نسلكو كامله كيما رانا، سينو اون كور ان دونجي. مالاتيك داروا هذوك التجار لهذاك يعني التاجر الصغير، يعني اللي كان غير كيما يعني ما يعرفوش فريمون، قالوا له انت السلعه تاعك اللي نرموها. زعف، قالوا ما علاش غير السلعه تاعي انا اللي تترمى؟ اي با نورمالمون نحو نصيب من عندك، نصيب من عنده، نصيب من عندك، نصيب من عندنا، باش هكذاك الخساره نتقاسموها كامله. علاش غير انا اللي نخسر؟ سير نتوما باش نتوما يعني تسلكوا سلعتكم تسلك، انا سلعتي اللي تترمى في البحر. ايزون غوفوزي واتفقوا باللي كي يعني سلعته اللي تترمى. مالكي بدا يجادل فيهم، زعفوا منه رماوه به بالسلعة ديالو في البحر. مسكين تلمو هذيك الخلعة اللي حكماتو وهو يضرب مع موج تاع البحر، خلاص شاف بليك الموت هاي قربت، سي بون ماحش يقدر، امبوسيبل راح يقدر يقاوم هذوك الامواج. مالا كلي داخ تغاشى، كي حل عينو لقى روحو في واحد كيش نقولو احنا جزيرة هكذا خالية، فرح كي لقى روحو حي وحمد الله سبحانه وتعالى على النجاة، بيسكو بور لوي لا لي مورير. ملاتيك راح شاف لقى الدنيا خالية، يقول لك بدا حوس حوس، ما كاين والو، الحجرة والشجرة فقط. النهار ولا يلقط شوية كيما قال الاخر شوية تاع التمار تاع الشجر باش ياكل، ومن بعد ولا يصيد، وش نقولكم مقنوط يدعي ربي ويقولو يا ربي فرج عليا، يا ربي فرج عليا، يا ربي. كي جازو ايامات ما نقولكم تلت ايام، ما نقولكم ضيق به حالو وبكا وسجد الله سبحانه وتعالى وقالو يا ربي سلكني، واش نقعد ندير في هاد الخلا وحدي. اما لا واحد النهار صيد جو سي با انا يا حمامه ولا، وشعل كش نقولو حنايا النار تاتو عينو، ناض لقى يعني المأوى اللي كان دارو دار بالغصن تاع الشجر، كان دار كلي هكا كوخ صغير هكا مأوى باش في الليل يتخبى فيه باش يرقد. ناض لقى واش نقولكم هذيك العشة ديالو تحرقت، النيران طالعة، إلا بانيكي إلا بانيكي
وبكى وقال له علاش يا ربي، علاش راك دير فيا هكذايا، رحت نتاج الماني براس المال، قريب مت في موج البحر، ودوك راني في الخلا هنا راح نموت. بكى وناح وزاد داتو عينو ورقد، حتى ناد على صوت تاع سفينة هكذا، حل عينو لقى يعني باتو جاي لعندو. دخلع ما فهم والو، دخلت له فرحة بخلعة، على بالكم مش معناتها واحد يكون في الخلا ومن بعد خلاص فقد الياس، قطع الياس كاملة، ومن بعد يشوف النجاة، يشوف الفرج جاي لعندو. هبطوا ليه يعني بعتوا له كش نقولوا حنايا اللي سلكو، حمد الله، سجد سجدت شكر لله سبحانه وتعالى، والدموع في عينه. قالهم يعني كيفاش لقيتوني كيفاش؟ قالوا له احنا كنا جايزين شفنا النار شاعله، عرفنا بليك اس او اس، بليك راك تطلب في النجاة في النجدة، وحد الله سبحانه وتعالى. شوفوا يعني الحادثة اللي خلاته يتدمر والحق وبو، وين قالوا وعلاش يا ربي، هذه الكلمة ماشي مليحة، إياكم من قلت وعلاش يا ربي. إن شاء الله ربي يجعلنا من نحمد الله في السراء والضراء، جامي مهما كان الحال، مهما كان الابتلاء، جامي تقولي وعلاش يا ربي، باسكو كل حاجة فيها خير. برك احنا العباد نتقلقوا على رزقنا، نتقلقوا على يجيب لنا ربي، احنا بفهمنا الصغير بلي الخير نعرفوه لعمرنا، وما جامي تقدري تعرفي الخير من راهو، الخير يعرفه الله سبحانه وتعالى، وربي يحب لنا غير الخير. الوغ يعني شوفوا يعني كيفاش المعجزة كانت تاع الله سبحانه وتعالى، وكيفاش كتب له النجاة. هو زعف ودمر انه العشة تاعو انحرقت، وكيفاش يعني لا تو بيردو، وهو ربي في هذاك الحريق دار له فيه خير كبير. هنا اللي نتفكروا الآية اللي تقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذه يا اخواتي إن شاء الله ليستواغ تاع اليوم تكون عجبتكم. كاين الكثير اللي يعرف منها، بس كاد القصص راهي متداولة يعني كاين بارتو، مي راني جلا بارطاج معاكم الناس اللي ما يعرفوهاش، للناس بتاتخ يعرفوها وكي عاودوا يسمعوها سا لوغ في بليزير. هذه هي، ودائما يعني نختموا القعده ديالنا والمحاجيه ديالنا بالكلام اللي كانوا يقولوه ناس زمان. قالوا ناس بكري بلي كعيب الارض في قله المطر، وعيب الراجل في سكاته، واللي يحمل كلمه الذل موتو خير من حياته. النعجة ما تعشق الديب، النعجة جامي تعشق الديب، والفقر عمره ما كان عيب، وكل بنادم في كبره يشوف الشيب، والطفل صغير كنزه في الدنيا شوية حليب، وكل عاشق يتمنى يتنفس هوا الحبيب، وكل واحد يدي اللي كتبه نصيب. هذه يا خواتاتي، ربي يجعلنا من القانعين، وربي يقوي إيماننا إن شاء الله، وكل خواتاتي كاملة تصبحوا بخير إن شاء الله، وليلتكم سعيدة، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.